أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الداعية. سنة 1997 كان واحد من أهم المباريات في تاريخ البشرية، جاري كاسباروف، واحد من أعظم لعيبة الشطرنج اللي جم في التاريخ. كاسباروف مش عادي. سنة 1978 كان أصغر لاعب يوصل لبطولة الاتحاد السوفيتي في الشطرنج، كان عنده 15 سنة. سنة 1983 وهو عنده 19 سنة كان المركز الثاني على العالم. المركز الأول كان الأسطورة كاربوف. سنة 84 كاسباروف بقى الأول على العالم. سنة 85 كاسباروف بقى أصغر بطل في العالم، كسر أرقام قياسية بعشرات السنين. تاريخ كاسباروف مشرف، ولو في حد ممكن يمثل البشرية قدام عملاق طوله 2 متر عنده قدرة جبارة ب 200 مليون حسبة في الثانية الواحدة، فما فيش غير كاسباروف. جاري كاسباروف في صراع مع كمبيوتر اي بي ام عملاه اسمه ديب بلو. ده في رايي اهم ماتش في تاريخ البشريه. ديب بلو ده بكل مواصفاته وقوته 2 طن مصمم خصيصا للعب الشطرنج، ما بيعملش حاجه في حياته غير انه بيلعب شطرنج، بيلعب قدام مخ بالكتير قوي وزنه 2 كيلو، ومش مصمم بس للعب الشطرنج، بيعمل مئات الحاجات المختلفه. المقارنه ممكن تبان ظلمه، بس ده مش اول ماتش. قبل كده كاسباروف هزم جهاز اي بي ام وابهر العالم وحافظ على صوره البشريه قدام اختراعاته، بس المرات التوقعات عاليه. مهندسين اي بي ام اتعلموا من غلطاتهم في الماتش اللي فات، وفي امل ان ديب بلو يكسب كاسباروف. هل يا ترى ديب بلو هيعملها ويكسب ويبقى اول كمبيوتر في التاريخ يكسب بطل شطرنج؟ ومش بطل عادي، ده اهم بطل في تاريخ اللعبه. اول ماتش من 6 كاسباروف يكسب بسهوله، وده طبعا يديله ثقه بنفسه كبيره، ابتدى يحس انه خلاص فهم الكمبيوتر بيفكر ازاي. تاني ماتش الدنيا اتقلبت، ديب بلو يكسب بحركه خبيثه جدا. لا، كاسباروف افتكر انه فهم طريقه لعب الكمبيوتر، لان الكمبيوتر كان بيلعب بطريقه انه طالما جاله فرصه انه ياكل يبقى ياكل، فهو بدا يحط له طعم عشان ياكله. لكن في حركه صادمه جدا من الكمبيوتر قرر ما ياخدش الطعم. التصرف اللي صدر عن الكمبيوتر عقلاني جدا، زي ما تكون جعان وفي ايدك تفاحه بس بدل ما تاكلها تستنى الغدا وبعدين تحل بيها. بس الحركة دي بس تشيل كاسباروف فكريا خلال الاربع ماتشات الجايين. هنا يبتدي يحصل وسوسة ويبتدي يشك في فريق اي بي ام. على حسب كلام كاسباروف الحركة دي لا يمكن كان حد يعملها الا اذا كان انسان، وفضل الوسواس شغال، وهنا كانت نقطة ضعف الانسان، العامل النفسي. مخنا جبار بس احيانا بيعطل نفسه. كاسباروف ابتدى يحس ان اي بي ام بيغشه، ابتدى يحس ان في حالات تجسس بتحصل على اوضته. كاسباروف ابتدى يحس ان مش بس بيلاعب كمبيوتر بقدرة تنبؤية ممكن توصل ل 78 حركة قدام، وثمان مهندسين بيغيروا في اللوغاريتميات كل ماتش، ده كمان ممكن يكون في لاعب شطرنج محترف بيساعده. كاسباروف ما عادش قادر يركز، 3 ماتشات يتعادل والماتش الاخير يخسر. كاسباروف لاول مره في تاريخه يخسر ماتش في اقل من 19 حركه، اول مره يخسر ماتش ان كان حي او مش حي من سنه 85. كاسباروف خسر الماتش ده والبشريه خسرت معاه. البشريه ما عادتش محتكره الذكاء، ده البشريه بذكائها خلقت ذكاء يغلب ذكائها. ايه الغباء ده؟ الماتش ده كان كافي يفتح ابواب جهنم على البشريه. اصل طالما غلب احسن لاعب شطرنج في التاريخ، ليه ما يغلبش احسن دكاتره؟ ليه ما يغلبش احسن مهندسين؟ ليه ما يغلبش احسن علماء؟ ليه ما يغلبش احسن فنانين؟ الفكره ان المبرمجين النهارده عندهم كم من المعلومات هائل، احنا بقينا نقعد اكتر على اجهزتنا، وده مش بيروح كده، مش كل حاجه بتتنسي. في سيرفرات ماسكه ورقه وقلم وبتكتب كل حاجه بتعملها. هيبقى عندنا ما يسمى بالبيج ديتا، معلومات كتير كتير جدا. وزمان كمان احنا كنا السيرفرات دي بنقول لها تعمل ايه. النهارده الكمبيوترات دي بتتعلم ازاي تتعلم، وممكن كمان ازاي تتعلم، وبقى عندها معلومات كتير. مع كم المعلومات دي الكمبيوترات ابتدت تتعلم ايه الحاجات اللي تجيبها لك، سواء بقى كانت افلام، فيديوهات، اصدقاء، وكل ده رجوعا بالزمن. في الستينيات العلماء كانوا عايزين يفهموا المخ بيفكر ازاي، فيقوموا رايحين للخلايا ويفهموا الخلايا دي بتشتغل ازاي، وابتدى يحصل تاسيس لحاجه اسمها نيورال نتوركس، فيبقى عندنا كمبيوتر تقريبا بيتعلم زي ما المخ بيتعلم. عملوا حاجه كده اسمها بيرسبترون، وكانت عامله طفره، كان بتقدر تفرق ما بين المثلثات والمربعات، وبرغم ان دي حاجه طبعا تعتبر تافهه دلوقتي، بس ده كان جهاز كمبيوتر بيجرب وبيغلط وبيتعلم من غلط. دي كانت حاجه في غايه الثوريه، كانك خلفت طفل وبيمشي الطفل ده ويتعلم من نفسه. احنا ما كناش بنعلمه اي حاجه، احنا بس
علمناه ازاي يتعلم، هو بقى يذاكر لوحده. سنة ما دي بلو لعب كاسباروف، دي بلو كان مذاكر اكتر من 700,000 ماتش شطرنج. جوجل ترانسليت في 2005 ذاكر اكتر من 200 مليار كلمه من وثائق الامم المتحده اللي كانت مترجمه، فكان يشوف الكلمه مترجمه ازاي ويحفظها ويذاكرها بحيث ان لما يجي له حاجه جديده خالص يقدر هو يترجم. كل ده عشان يتعلم الترجمه. معلش الارقام دي كانت زمان، نقدر نعمل ايه دلوقتي؟ اجهزتنا تقدر تعمل ايه دلوقتي؟ اخرها ايه؟ اولا سنه 2016 شركه اسمها ديب مايند تعمل جهاز يكسب بطل العالم في لعبه اسمها جو، فيها حركات اكتر من الشطرنج بمراحل. يوم ما الجهاز كسب طبعا احنا ما سمعناش حاجه قوي، لكن بره الدنيا كانت مولعه، كان حدث تاريخي، كان زي ماتش كاسباروف كده. سنه 2012 تقريبا 240 شركه حصلوا على مبلغ 750 مليون دولار عشان يعملوا محامي. هو مش بالظبط كده يعني، بس النهارده بقى في روبوتات تقدر تعمل نسبه من شغل المحامين، اللي هو حاجه صعبه جدا. عن طريق الذكاء الاصطناعي بعض الاجهزه تقدر تحدد ايه الورق المهم واللي مش مهم في القضيه. وعلى حسب دراسه معموله في جامعه نورث كارولاينا، التقنيه اللي موجوده حاليا تقدر تعمل 13% من شغل المحامي، وفي بعض التاسكات وصلت ل 96%. انا حاسس ان انت مش حاسس الكلام ده مبهر، بس ايه رايك مثلا في حد زي نيوتن؟ معقد. مش قصدي. المهم يعني في سنه 2009 في ورقه منشوره في ساينس مجموعه من العلماء عملوا برنامج اكتشف قوانين نيوتن. يا فرحتي، طب ما احنا عارفينها. لا يا بابا، فكره ان انت تبص على حاجه وتطلع معادلات توصفها دي مش حاجه سهله. كون ان جهاز ذاكر حركات معينه وطلع لها قانون المفروض نسقف له. وسنة 2016 مجموعة العلماء قدروا يعملوا جهاز يقدر يعيد تجربة كسبت جائزة نوبل 2001، اتعلم يعمل تجربة كسبت جائزة نوبل في ساعة واحدة، مرحلة تانية خالص. وكمان الكمبيوترات بارعة في الرياضيات، مش بس على مستوى الحسابات، ده على مستوى الإثباتات كمان، طلع لك إثبات رياضي إن القانون ده مش بس صح دلوقتي، ده هيفضل صح مدى الحياة، زي قانون فيثاغورس كده، له إثبات رياضي. ده حتى راجل فنانين ما سلموش، دي مثلا لوحة للفنان ذا بيندينج فول، زي ما سلفادور دالي ورينيه ماجريت لما عملوا السيريالية، السيرياليزم، وبابلو بيكاسو، الكيوبيزم، النيورال نتورك جوجل برمجته، عمل الانسبشنزم، اسس الانسبشنزم، فن جديد، طريقه في الوصف مختلفه عن العالم ما كان بيشوفها قبل كده. وفي برامج كمان بتعمل موسيقى وبتحطها على النت ببلاش. كان نفسي اعمل زي سي جي بي جري واقول لك ان الموسيقى اللي شغاله ورا دي كانت موسيقى كمبيوتر عاملها، بس يعني مش هعمل كده، حر بقى. الملخص اننا اذكياء او اغبياء قوي، قدرنا نعمل اجهزه اذكى مننا بمراحل. والسؤال اللي دايما بيطرح نفسه، هل الاجهزه دي في يوم من الايام هتاخد مكاننا وما نلاقيش شغل اكتر ما احنا مش لاقين؟ ولا يمكن الاسوء، ما يمكن يثوروا علينا ويطلبوا حقوقهم، ومين عارف ما يمكن يعملوا فينا زي ما عملنا في الحيوانات اللي هم المفروض مش اذكى مننا، فاحنا استغلينا ذكائنا عشان نسيطر عليهم ونحولهم مواشي. نتحول احنا كمان مواشي؟ والله الحقيقه ما نعرفش، مازال احنا عندنا سيطره نوعا ما. بس لو في نصيحه، وانا يعني صراحه ما بحبش جو النصح، او صراحه بحبه بس ما احسوش ريوش كفايه. المهم يعني نصيحتي ليك، خليك كسول. لو بتفكر في خطه في المستقبل حاول تتعلم البرمجه، خليك صانع. ليه ممكن تعمل حاجه بايدك بدل ما ممكن تبرمج روبوت يعمل لك الحاجه دي؟ خليك كسول. العصر اللي جاي مش بتاع الناس النشيطه، بتاع المبرمجين الكساله. او اعمل حاجه لا يمكن الروبوت يقدر يعملها، اعمل برنامج سطحي قول عليه برنامج علمي مثلا يعني، ودي حاجه لا يمكن الروبوت يقدر يعملها.